خلينا نبدأ وخلينا نفرح وخلينا نقول صباح النصر اللي احنا افتقدناه بصراحة بقالنا فترة. بس هنرجع نقول تاني، دي كرة القدم هي مكسب وخسارة. الحمد لله امبارح لاعبتنا قدرت، وده المهم، ان هي تتخطى فريق امبي العنيد جدا. هو امبي يعني ما ينفعش تقول عليه غير كده بصراحة، لان يعني هدف نظيف الحمد لله امبارح اللي احرزه صلاح محسن خلانا نهدى الى حد ما، خلانا نفرح الى حد ما بعد كمان ما كذا جول يا كريم ضاعوا. لكن لما نزل كمان بديل لاحمد عبد القادر، ده كان تحديدا زي ما حضراتكم عارفين في الدقيقة 74. الفريق تأهل لملاقات بيراميدز، فيه هنا بقى بنتكلم دور الثمانية لبطولة كاس مصر. بإذن الله أكيد هنحافظ على اللقب ونتوج بالبطولة بروح اللاعبين وعقلية مدرب متميز، وبدعم أكيد حضراتكم جمهور الأهلي العظيم. على ذكر المدرب، أظن يعني كانت واضحة جدا تبصيرة إن إحنا يعني شفنا إن موسيماني حاول إلى حد ما إن هو يصلح الأخطاء ويصلح من الأداء اللي كلنا كان عندنا عليه كتير من التحفظات في الفترة الأخيرة. كمان كلنا لاحظنا مشاركة عدد من الصفقات الجديدة لإكسابهم حساسية المباريات الرسمية، وكمان عشان يندمجوا مع بقية اللاعبين، ودي طبعا نقطة في منتهى الأهمية. مباريات الكاس طبعا أهم حاجة فيها الفوز مش الأداء، وكنا احنا كمحبين للنادي الأهلي حابين جدا إن احنا نشوف دايما فوز مقترن بأداء متميز. ولكن أتوقع أو خلينا نقول أتمنى إن احنا إن شاء الله لحد ما نوصل لبداية الموسم الجديد للدوري هنشوف كلنا شكل مختلف تماما للفريق أداء ونتيجة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. نأمل ده أكيد كريم.